ايها الناس اني لا اراني واياكم نجتمع في هذا المجلس ابدا ان دماءكم واموالكم واراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسالكم عن اعمالكم الا فلا ترجوا بعدي دلالا يضرب بعضكم رقاب بعض الا كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي موضوع ودماء الجاهليه موضوعة وإن أول دم